محمود رأفت، الفرقة الثالثة أداب إعلام شعب الصحافة. إن شاء الله نزل على اللجنة الاجتماعية. البرنامج الانتخابي يقوم على توعية الشباب، تنمية مهاراتهم، تقديم لهم ندوات، تنظيم لهم رحلات، بحيث ان هو يمارس عمل الطلاب داخل الجامعة، يمارس الأنشطة الطلابية داخل الجامعة، وان شاء الله نوفر لهم كيفية المعايشة ما بعد الجامعة. يعني الطالب سنة أولى بيكون جاي مش فاهم حاجة، احنا ان شاء الله نوفر له ان يكون متاح له كل حاجة، ما الاستفسارات هنكون في الرد فوري، نسهل له العملية الامتحانية، ايام الامتحانات هنسهل له الشرح، هنسهل له المواد اللي مختارها، هنعرفه الدنيا رايحة فين وجاية، وبرامج توعية بالظبط وندوات توعية للطلاب. والله هي الحمد لله انتخابات لحد الآن ماشية على مستوى كويس، عملوا قدمنا ورقنا بكل سهولة وسلاسة. المشكلة ان هي عايز خبرات، يتطلب خبرات منك، وده شرط اساسي انك انت ما ينفعش انك انت تخش حاجة مش عارف فيها حاجة، فلازم يكون عندك خبرات سابقة. في بعض الناس انتقدوا الحتة دي، لكن فعلا عندهم حاجة، ما ينفعش اخش على حاجة وانا مش فاهمها. لازم يكون عندك ممارسات، انك انت مثلا نظمت ندوات، نظمت اجتماعات، عملت رحلات، دي حاجات في صالحك انت اولا، ثانيا في صالح الطلبة اللي انت عايز تخدمهم في اللجنة اللي انت نازل عليها.